يشرفنا الآن من العاصمة الروسية موسكو سعادة الدكتور رامي القليوبي الكاتب والباحث السياسي. افتقدناك يا دكتور رامي والله، لعلك بخير. نعم، أشكرك، شكرا على سؤالك، أهلا بك. دكتور رامي، نديجدن الذي جعل شعاره كما قلنا للتو إيقاف الحرب مع أوكرانيا لن يكون مرشحا في هذه الانتخابات، هل هذا يعني أن المؤسسة الحاكمة في روسيا قرارها على عدم الاستماع إلى أي صوت مغاير لصوت الاستمرار في تلك الحرب؟ بالفعل يبدو أن الكرملين والسلطات الروسية ظلتا لفترة طويلة مترددة في مسألة السماح بحوض مرشح مناهض للحرب في أوكرانيا سباق الانتخابات، لكن في نهاية المطاف تم حسم الأمر لصالح إجراء حملة الانتخابات في أجواء هادئة من دون أي معارضة للخط العام للكرملين، والذي يتلخص اليوم في مواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا. وبذلك تكون الانتخابات الحالية مختلفة عن تلك التي أجريت في عام 2012 و2018، حين سمح الكرملين بمشاركة مرشحين ليبراليين مثل الإعلامية المثيرة للجدل كسينيا سابتشاك ومرشح حزب يبلق غريغوري يبرينسكي في عام 2018 والملياردير ميخائيل بروخروف في عام 2012. فبالتالي الآن يبدو أن الكرملين خرج بنتيجة مفادها أن زمن الحرب ليس وقتا للمغامرات السياسية، وفي حال وجهت إليه انتقادات بخصوص عدم السماح بخوض مرشح معارض الانتخابات فسيرد على ذلك بالقول أوكرانيا قررت ألا تجري الانتخابات من أساسها. أين أوكرانيا؟ لكن روسيا قررت إجراء الانتخابات في موعدها، فبالتالي هذا هو موقف الكرملين على ما يبدو. دكتور رامي، هؤلاء الذين سينافسون الرئيس الروسي بوتين لا حظوظ لهم عمليا يا دكتور، أليس كذلك؟ فعليا المنافسين الثلاثة لبوتين إنجاز وصفهم بالمنافسين، هم فعليا لا يعارضون بوتين والكرملين في أي ملف حيوي، فهم بذلك ينتمون إلى أحزاب تمثل حزب السلطة بالمفهوم الواسع، ولكن المنافسة الحقيقية ستكون على المرتبة الثانية. والآن تظهر استطلاعات الرأي أن مرشح حزب أناس جودود دافانكوف هو الأقرب إلى هذه المكانة الثانية، وبالتأكيد من سيأتي في المرتبة الثانية هذا سيفتح له آفاقا سياسية في المستقبل القريب. دكتور رامي، مرة أخرى أقول لك افتقدناك يا سيدي الكريم، ولعلنا نلتقي مرارا في المستقبل القريب. سعادة الدكتور رامي القليوبي الكاتب والباحث السياسي، وافر امتناني أقدمه لك.